على الرغم من اعلان الهدنه عن بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي، واللي كان لمصر كان ليها دور فعال جدا فيها، الا ان اسرائيل قامت بخرق هذه الهدنه بغاره جويه على قطاع غزه. وعلى جانب اخر ايضا تهدد اسرائيل بقصف ايران، ده طبعا مما يثير قلق الإدارة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات. عن هذا تحدثنا الأستاذة سوزيا الجنيدي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ما فيش شك على الساحة السياسية، واضح جدا أن إيران بتعمل دعم لحزب الله، واضح جدا أنها بتعمل دعم للكيان السوري أو الحكم السوري. ده يعتبر تهديد لأمن إسرائيل؟ طبعا هي إسرائيل بتاخده على أنه تهديد، وتهديد مباشر ليها. ويمكن اللي بيحصل في المنطقة دي كلها، بعض المحللين بيروا أنه البعض الهدف الرئيسي منه هو إيران وزعزعة الحكم في إيران وتغيير الحكم في إيران، ولابد أولا من تقليم أظافر إيران في المنطقة اللي بتتمثل طبعا في سوريا، في نظام بشار الأسد، وفي حزب الله، وفي بعض البؤر الأخرى. فربما يمكن الاتجاه حاليا والضغط حاليا بالنسبة لسوريا جاي من النقطة دي. طبعا ده ناهيك عن الأخطاء الفادحة اللي عملها نظام بشار الأسد، وقتلوا يوميا 50 سوري على الأقل، مسألة طبعا لا يمكن السكوت عنها، وبالتالي هو سمح بالتدخل الدولي في قضيته وبتدويل قضيته. إيران طبعا نظرتها مختلفة، إيران بتدعم نظام بشار الأسد، وربما هناك خلافات حتى ما بين إيران وتركيا برغم كونهم حلفاء إلى حد ما مؤخرا بسبب الموقف التركي القوي ضد نظام بشار الأسد. إسرائيل بتنظر المسألة دي كلها طبعا نظرة الساكن لتحقيق مصلحته. يعني إيه؟ يعني هي ساكنة لا تقوم بأي شيء إيجابي، لأن أمريكا والمجتمع الدولي هو الذي يقوم لها بالواجب أو الهومورك بتاعها. هي كل اللي يهمها دلوقتي هو تقليم أظافر إيران، تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، وربما أيضا تقويض نظام الحكم في إيران. دلوقتي نشرت صحيفة يديعوت إحرانوت أن الإدارة الأمريكية بتسرب معلومات عن إيران علشان إسرائيل ما تكسفش إيران. خلاص، ده يعني ان اوباما مش عايز يعني ان اسرائيل تشن غارات على ايران؟ هي الحقيقة مش سهل ان اسرائيل تشن غارات على ايران، المسألة مش بالسهولة دي، لان ده هيولع المنطقة كلها. ايران دولة كبيرة لديها سلاح ولديها نفوذ متغلغل في المنطقة، وبالتالي اي تهديد من حكومة نتنياهو بانه ربما يفكر في توجيه ضربة عسكرية لإيران بيؤدي فورا إلى ارتفاع سعر البترول والغاز والبنزين داخل الولايات المتحدة وفي العالم كله طبعا، لكن داخل الولايات المتحدة ونحن في عام انتخابات بيؤثر بالتأكيد على الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر على فرص أوباما في الفوز. ولهذا تسعى إدارة أوباما بشكل كبير إلى الضغط على حكومة نتنياهو بعدم استخدام هذه الورقة في الوقت الحالي. حكومة نتنياهو لأنها تريد حكم جمهوري وليس ديمقراطي في الفترة القادمة، ليست مش مستريحة يمكن برغم كل الكلام الحلو اللي داير ما بين إدارة أوباما وما بين الإيباك اللي هي المنظمة اليهودية في أمريكا وما بين حكومة نتنياهو، إلا أن ربما القراءة ليا أن حكومة نتنياهو بالفعل لا تريد فوز أوباما لفترة أخرى، وربما تفضل المرشح الجمهوري رومني، ميت رومني، وبالتالي هي كل شوية تهدد حتى ترتفع أسعار البترول، حتى تهدد الاقتصاد الأمريكي إلى حد ما، مما يؤثر على الناخب الأمريكي، ويرى أن إدارة أوباما ربما لا تسير في الملف الاقتصادي بالشكل المرجو. الملف الاقتصادي بالنسبة للانتخابات الأمريكية هو الحاسم بالنسبة لفوز أي مرشح. دكتورة بعد إذنك، نقدر نقول النهاردة في تصريح لأوباما أنه بيدي الفرصة لإيران أنها تستخدم النووي لكن في أمور سلمية. التصريح ده وراء إيه؟ لا دي مسألة مفروغ منها، كومن سنس، يعني من حق أي دولة في العالم أن تحوز برنامج نووي سلمي. لا، ما هو ده خطاب أعتقد أن هو رقيق. يعني ولا هذا هو الموقف؟ لا، مش فيهوش جديد. هذا ما فيهوش جديد، ده هذا هو الموقف اللي ما يقدرش أوباما يقول غيره. ليه؟ لأن ده من حق أي دولة في العالم طبقا لأي نصوص موجودة في الأمم المتحدة أو في المجتمع الدولي، من حق أي دولة في العالم أن تحظى ببرنامج نووي سلمي. مصر كانت بتفكر تعمل برنامج، السعودية، دول كتير في المنطقة أيضا بتفكر في برنامج نووي سلمي، ولكن الفكرة في إنك ما توصلش في البرنامج النووي بتاعك ده لمستوى علمي معين يسمح لك
بأن تتحول إنك تقدر يبقى عندك سلاح نووي. هي دي النقطة. يعني يقولوا له إحنا اللي هنخصب لك اليورانيوم ونجيبه لك لغاية عندك، فما يبقاش عندك تقنية تخصيب اليورانيوم كإيران مثلا أو كأي دولة أخرى خارج إطار الخمس دول اللي هي حاصلة على السلاح النووي رسمي في العالم. وبالتالي طبعا في دول تانية عندها سلاح نووي زي كوريا وزي الهند وزي كده، لكن رسمي لا. هي الفكره في ايه اللي بيضغطوا على ايران في ايه؟ ان الوكاله الدوليه للطاقه الذريه المفروض انها بتفتش على كل المفاعلات النوويه الايرانيه بشكل دولي، ومفروض ان التفتيش ده اللي ايران احيانا كتير بترفضه او ما بتدهمش لما بيجوا الوفود من الوكاله المعلومات الكافيه. الوكاله لو قالت ايران لا تسعى لبرنامج نووي عسكري لن تستطيع اي دوله ان ترفع اصبعها ضد ايران. مشكله ان الوكاله ما بتقولش ده بشكل صريح، بتقول لدينا شكوك في سعي ايران. فبالتالي بتفتح الباب امام الهجوم على ايران، وبالتالي فتحت الباب امام وجود عقوبات اقتصاديه امريكيه ودوليه قويه جدا ضد البنوك وضد الاقتصاد الايراني مما اثر على ايران. يعني ايه المعيار؟ ايه المعيار ان انا يبقى عندي سلاح نووي او ما يبقاش عندي سلاح نووي؟ العلم. المعيار هو العلم. العلم؟ العلم. ازاي؟ يعني احنا طول 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 الوقت بنسمع يا ايران ما تمتلكيش سلاح نووي، يا ايران ما تمتلكيش، طب ما انتوا عندكم اللي بيتكلموا ده اساسا عندهم سلاح نووي. ايوه، ما هو ده وضع دولي حضرتك موجود دلوقتي بقاله سنين. حزين. تمام؟ هم الدول دي خلاص عندها سلاح نووي، وقررت ان لا ينضم دول اخرى الى النادي النووي الدولي الا باذنهم. هذا هو الوضع الموجود في العالم، هو وضع غير نوت فير، هو وضع غير عادل بالتاكيد، ولكن هذا هو الوضع المفروض علينا في العالم كدول من هذه الدول، وهي دول قويه ولا تستطيع ان انت تقول لا. قال لك انا مأمن سلاحي النووي، انا عندي حكم ديمقراطي، انا عندي حكم لن يستطيع اي حكم ان هو فجاه يطلق صاروخ نووي مثلا او كده، لكن هذه الانظمه وهذه الحجه اللي هم بيستخدموها، هذه الانظمه انا لا يمكن ان اضمنها. ربما فجاه لو ايران لديها سلاح نووي وحست بتهديد، ربما فجاه تقرر انها تستخدم سلاحها النووي. بس هم هنا بيتجاهلوا نقطه مهمه جدا. تفضلي. ان اسرائيل في 73 لما كانت مهزومه بشكل قوي فكرت جديا ودرست استخدام سلاح نووي، لان لديها صواريخ نوويه منذ سنوات عديده. هم يعني اخفوا هذه المعلومه، لكن هذه المعلومه معروفه وموجوده في السجلات، وبالتالي حتى اسرائيل التي لا يتحدث احد ابدا عن سلاحها النووي ومعلومات مؤكده ان لديها اكثر من 200 صاروخ نووي، صاروخ قادر على حمل رؤوس نوويه ولديها برنامج نووي عسكري قوي، فكرت في استخدام السلاح النووي، وبالتالي هي ايضا نظام لا يمكن تامينه. هل لو سلمنا بانه هم خايفين ان ايران تبقى عندها سلاح نووي وتبقى زي دول العالم الكبرى عشان الفكر، صح ولا انا غلطان؟ عشان الفكر انك انت ممكن بسهوله تستخدمه. لا مش بس كده، هو ولا سلاح نووي في المقام الاول سلاح ردع. يعني ايه؟ يعني مش بس ان انت ممكن تستخدمه، لكن هو سلاح ردع. يعني ايه؟ يعني صعب قوي ان انت تستخدم سلاح نووي في العالم. انا نفسي. لكن لا مش بتحمي نفسك، تردعي به الاخرين عن عظيم. الهجوم عليك. وبالتالي لو لدى ايران مثلا قوة نووية وهم متأكدين أنه لدى إيران قوة نووية لن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء معها، زي كوريا الشمالية، هم متأكدين أن كوريا الشمالية لديها سلاح نووي، وبالتالي هم بيضغطوا اقتصاديا مثلا، لكن لا يستطيعوا بأي حال من الأحوال أن يهاجموا كوريا الشمالية. هي تفعل ما تريد، يعني هي مثلا كوريا الشمالية ستطلق صاروخ نووي قريبا يحمل قادر على حمل رؤوس نووية للأقمار الصناعية، وقالت ان هو سلمي وكده، لكن هم شاكين ان هو تجربه لصاروخ معين بمدى معين. مش قادرين يعملوا حاجه، يعني في دول هم عارفين ان عندها نووي ما يقدروش يعملوا لها حاجه. هم بالتالي مش متاكدين 100% ان ايران لديها سلاح نووي او لديها التقنيه لتحويل السلاح النووي، ولكن يريدوا ان يمنعوها من الوصول الى هذا المستوى الذي عليه كوريا الشماليه. استاذه سوزي، دلوقتي في توتر ملحوظ في علاقه اداره اوباما بحكومه نتنياهو، ايه هي اسباب هذا التوتر؟ هو ما اقدرش اقول ان في توتر، انا في تصوري انا الشخصي ان اداره اوباما لا تستطيع ان تعلن في عام انتخابات رئاسيه امريكيه عن وجود توتر مع اسرائيل. هذا اكبر من احتمالها، لان ده معناه انها ستفقد عدد كبير جدا من اصوات اليهود. بالعكس، هو في كلام معسول، واوباما راح في الايباك وقال خطاب عظيم جدا، وان هو اكتر رئيس بيحمي المصالح اليهوديه والاسرائيليه وهكذا. هناك غزل، لكن ما خلف الستار
ان هناك عدم ارتياح سواء من اداره اوباما لبعض المواقف الاسرائيليه وخاصه حكومه نتنياهو، وهناك عدم ارتياح من حكومه نتنياهو لاداره اوباما، لانه تشعر ان ربما اوباما من داخله بحكم اصوله وتجاربه ربما لا يستشعر الثقه والارتياح في حكومه نتنياهو. هناك عدم ارتياح متبادل ولكن غير معلن ما بين الاثنين. استاذه سوزي، مفروض انه في هدنه ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين. نعم. والمفروض ده باتفاق كان موقع عليه ومتواجد فيه وعمل مجهود كبير الجانب المصري. مظبوط. على الساحه السياسيه يقال انه الضغط ده او الضرب الصواريخ على المواقع في غزه ده شويه نوع من جس النبض للوضع في مصر. هل تتفقي حوالين هذا الموضوع؟ لا، جس النبض للوضع في مصر، مين اللي هيحكم في الاخر، اسلاميين ولا لا؟ لا لا لا، الموضوع يمكن مصر طرف غير مباشر بشكل كبير في القضيه. هو تمام. القضيه ايه؟ اسرائيل يعني بيبقى لديها، يعني جاء نتنياهو عائدا من الولايات المتحده بعد ان حصل على ضوء اخضر بتأييد اداره اوباما بشكل كامل له في عام الانتخابات، وبالتالي ربما اراد استفزاز الجانب الفلسطيني واستفزاز حماس بشكل معين، فيكون في رد من حماس يعطيه فرصة لمزيدا من الهجوم، ويعلم أن مصر يمكن في وضع حاليا غير مستقر، فبالتالي ردود الأفعال هتكون مش قوية. وهو ده اللي هو عمله فعلا، هو قتل أطفال في المدارس، أطفال فلسطينيين في المدارس، وقام بعمليات يعني غير مبررة، وكان هناك في المقابل إطلاق للصواريخ من الجانب الفلسطيني، لا أعلم بالضبط أي جهة أطلقت صواريخ، ردا على العمليات الإسرائيلية، فهاجت الدنيا وبدأوا في إدانة إطلاق الصواريخ، وتركوا العمل الأصلي اللي هو قتل الفلسطينيين وقتل أطفال، وتم التعمية عن هذا الموقف تماما، لدرجة أن لما خرجت كاترين أشتون مفوضة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي لتقارن ما بين ما فعله إرهابي، إذا كان فعله إرهابي فرنسي من أصل جزائري بقتل أطفال وقتل في باريس وقتل عسكريين في باريس، وما بين قتل الإسرائيليين لأطفال، هاجت الدنيا لديها واضطرت إلى ثاني يوم على طول أنها تعتذر عن هذا التصريح. إسرائيل كانت يمكن ربما بتجس نبض يعني بتشاكل حماس شوية وتشوف رد الفعل هيكون إيه. وأعتقد أن مصر تدخلت بشكل سريع في القصة وبضغوط كبيرة وقدرت أنها تهدئ الأمور. وهنا برضو برجع لسؤال حضرتك أن مصر كان ليها دور. إسرائيل ما تقدرش تلعب مع مصر في كل الأحوال. بس حضرتك ما ننساش أنه حماس هي مولودة من رحم الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين غالبا أو الله أعلم طبعا، لكن المؤشرات عمالين كل مدى عمالين يكسبوا أرض في الحكومة المصرية والبرلمان المصري، يعني ده احنا النقطة أعتقد إن احنا ما ينفعش إن احنا نتناساها. لا احنا ما بننساهاش، بس أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة من خلال قراءاتي واللي أنا شايفاه إن الإخوان المسلمين عندهم برغماتية شوية في التعامل في السياسة، وفاهمين عالم السياسة شوية، وبقى لهم فترة بيحضروا نفسهم. واعتقد ان اتصالاتهم مع الجانب الامريكي واضحه جدا، لدرجه ان في وفد من الاخوان المسلمين حاليا بيزور الولايات المتحده، والتقى بعدد من هيئات الابحاث الثينك تانكس في امريكا، والتقى بمسؤولين ايضا في الخارجيه الامريكيه. اتفاقيه كامب ديفيد زي ما هي. محاوله التهدئه واعطاء تطمينات انه الاخوان لو مسكوا الرئاسه واستمروا في الحكم لن يعني يحاولوا الدخول مع اسرائيل في اي مناورات او مصادمات عسكريه، وبالتالي كل من اللي هيعمله الاخوان ان هم هيزيدوا من دورهم في التهدئه، مش هيزيدوا من دورهم في التعامل مع اسرائيل بعنف على الاقل الى ان يثبتوا اركان حكمهم. نعم. ده تصوري يعني. استاذه سوزي جنيدي، حقيقي الكلام مع حضرتك مش عايز يخلص، بس للاسف احنا خلاص وقت فقرتنا النهارده انتهى. ان شاء الله حضرتك تبقي موجوده معانا مره ثانيه ونكمل كلامنا. ميرسي يا حبيبتي، وصباح الخير. شكرا لحضرتك يا فندم. صباح الخير. شكرا. فاصل وراجعين حالا.